بالنسبة للكلام في هذه القضايا، هل هو محظور أو مباح؟ عندما تتكلم أنت وتتذكر في أصول الإيمان وبعض هذه القضايا الخلافية، إذا كان طلبة علم وأقدموا على هذا العلم يتكلمون في هذه القضايا، لأن فيها تعلم الأصول والقواعد التي يكون فيها الرد على أهل الكفر والبدع، لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين جاءوا من اليمن عندما سألوه أين كان ربنا قبل هذا الأمر؟ قال لا تسألوا هذه الأسئلة وليس لكم دخل ولا يجوز أن أتكلم في هذه القضايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن معه شيء.